وأدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي انطلاقا من إنسانيتنا المشتركة للتصدي لوباء الإيبوليا الذي تتعرض له عدة دول غرب إفريقيا في غرب إفريقيا، إن مكافحة هذا المرض هي مسؤولية جماعية لرفع المعاناة عن غير القادرين، كذلك لتوفير الحماية لعالمنا الذي تنحصر المسافات فيما بين أرجائه بفضل طبيعة العصر وما بلغاه من كثافة التواصل.